لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بالتزامن مع تأكيدات أمريكية بريطانية وفرنسية باستخدام قوات الأسد للسلاح الكيميائي في إدلب، ما جدوى هذه التأكيدات في ظل استمرار الخروقات وتجاوز ما يسميه الغرب بالخط الأحمر؟ نعم، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة كما يعني هو معلوم للجميع الآن أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها النظام ما بات يعرف بخطوط الكيميائي الحمراء التي هي التهديدات أو التحذيرات الأوروبية والأمريكية من استخدام الكيميائي، لكن طوال الفترة الماضية ولدى استخدام النظام للسلاح الكيميائي فإن رد الفعل الدولي والأوروبي والأمريكي بالتحديد كان محدودا جدا جدا، حتى في المرة الوحيدة التي تم توجيه ضربات فيها للنظام كنوع من العقوبات على استخدام هذا النظام كانت ضربات محدودة ولمناطق غير مهولة، وتم إبلاغ النظام سلفا بالمناطق التي سيتم قصفها فقام بتفريغها وما إلى ذلك. وبالتالي يعني بالقياس على تجربة طوال الفترة الماضية السنين الماضية لا يتوقع أن يكون هناك رد فعل رادع حقيقي للنظام. هذا عدا عن مشكلة أخرى أن النظام نفسه يلتف حول هذا القرار بخصوص الأسلحة المصنفة، بمعنى أن هناك أسلحة لها طابع كيميائي لكنها ليست مصنفة كأسلحة كيميائية مثل الكلور الذي هناك خلاف على تصنيفه ككيميائي أو غير كيميائي أو كيميائي قاتل أو غير قاتل، حتى بعض أنواع الفسفور وغيرها من الأسلحة التي يستخدمها النظام الآن وتعطي يعني تأثير أو لها أثر كيميائي، لكن لدى مناقشة لدى الأروقة الدولية وفي مؤسسات تصنيف هذا النوع من السلاح هناك خلاف كبير على تصنيفها من حيث أنها كيميائية، وبالتالي وبشكل يعني يدعو للسخرية. لا يعتبر النظام أن لا يعتبر المجتمع الدولي أن النظام يرتكب جريمة حين يستخدم هذا النوع من السلاح على أنه ليس كيميائيا، وكأنه يقول أنه يحق للنظام أن يقتل شعبه لكن ليس بالسلاح الكيميائي. في هذا السياق كيف تفسر إصرار النظام على استهداف المدنيين في مناطق خفض التصعيد والتي تم التفاوض عليها أصلا؟ هذا الأمر يعني توجه النظام في هذا الأمر أصبح معروفا. النظام يسعى من خلال استهداف المدنيين إلى معاقبتهم، معاقبتهم على الصمود أو الاستمرار حتى الآن في مناوئة النظام، معاقبتهم على كونهم الحاضنة الشعبية للفصائل والمجموعات المقاومة ضد النظام. وهو أيضا يوجه رسائل للدول الضامنة للاتفاق والدول ومثل تركيا هنا والدول الداعمة للثورة أن هذا النظام سوف يعاقب هذه الشريحة ولن يتوانى عن إيقاع الخسائر بهم، وهو في نفس الوقت يحرج هذه الدول. يعني الآن يوم تركيا أمام حرج كبير، هي المفترض هي الدولة الضامنة لهذه المنطقة والضامنة لهؤلاء الناس، أنهم المفترض أنه لن يتم قصفهم، لكن الحقيقة أنه يتم قصفهم منذ فترة ليست قليلة بوحشية شديدة، وتقع أعداد كبيرة من الضحايا يوميا في المنطقة التي هي المفترض منطقة حرام أو منطقة خفض التصعيد، ولا ليس هناك رد فعلي أو حقيقي أيضا رادع للنظام من قبل الدول الضامنة. وصفت الخارجية الأمريكية هجمات النظام والحليف الروسي أيضا في إدلب بالتصعيد الطائش، إلى أي مدى تظن أن القوات الأمريكية يمكن لها التدخل للحد من هذا التصعيد ولو وصفته بالطائش؟ يعني لو تم الكلام هذا قبل عامين أو ثلاث من قبل الأمريكان لكان الأمر واردا جدا، لكن الآن لا أقول أن الأمر غير وارد لكنه الأمر صعب قليلا. الولايات المتحدة اتخذت دورا انسحابيا وحاولت تفويض جهات بديلة عنها، أحيانا اعتمدت على ميليشيات سورية وأحيانا اعتمدت على دول أخرى وأحيانا لم تفعل شيئا، وهذا بلور اتفاقات وتحالفات وتدخلات من نوع آخر. اليوم هناك اتفاق وإن كان هشا وإن كان معرض للخطر، لكن هناك اتفاق روسي تركي معين، هناك قوة أخرى على الأرض، هناك ترتيبات كبيرة على الأرض السورية. شكرا جزيلا لك رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، ونعتذر على المقاطعة لضيق الوقت.